مساء الخير. طقس مستقر عم بيسيطر على أجواءنا الكانونية بيستمر للأيام القادمة. إذا جونا لبكرة غائم جزئيا، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من الشمال، وعكر عم تسجل 21 درجة، طرابلس والعاصمة بيروت أيضا 21، أما صور 23 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 15، اللقلو 12، زحل 17، وجزين 19 درجة. نسبة الرطوبة ساحلة بتوصل لل 75%. أريح سطحية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شيل الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة، للجمعة والسبت جونا غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة بالجنوب، واللي بتتخطى معدلاتها الموسمية لتسجل 23 درجة لنهار الجمعة و24 درجة لنهار السبت. للأحد والتنين جونا بيتابع مستقر غائم جزئيا، لكن مع انخفاض بدرجات الحرارة ل 22 درجة لنهار الأحد وال21 درجة لنهار التنين. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم بذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.